هل يجب على الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة؟ هل يجب على المسلم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة؟ ولا تصح الصلاة؟ أم تجزي غير الفاتحة؟ لازم الفاتحة في الصلاة؟ قولان للعلماء. خلاص؟ قولان للإيه؟ للعلماء. مذهب السادة الحنفية ومن معه قالوا والله لا يجب أو لا تجب الفاتحة بعينه. يجب قراءة القرآن. يجب إيه؟ أي قراءة القرآن. لو قرأت من أول البقرة يعني دخلنا كده تكبيرة الإحرام استقيم وارحمكم الله، الله أكبر، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الله كنت راكع عند السادة الحنفية الصلاة صحيحة. ولا يجب، قالوا كده لا تجب قراءة الفاتحة بعينها في الصلاة، إنما الواجب هو قراءة مطلق الإيه؟ القرآن الكريم. طبعا استدلوا على ذلك بإيه؟ بأدلة، منها إن الرجل المسيء صلاته، كان في واحد كده دخل صلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فالرجل صلى خطأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفعل ده كم مرة؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كده إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني قل إيه؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ أي حاجة أنت إيه؟ حافظها. فالسادة الحنفية أخذوا من هذا الحديث أن الواجب في الصلاة هو قراءة الإيه؟ أي قرآن، مش شرط الفاتحة بإيه؟ بعينه، تمام؟ لكن رأي جمهور الفقهاء وهو الأصح، ماشي، وهو الإيه؟ الأصح أنه تجب قراءة الفاتحة في بعينها في الصلاة، تمام؟ طيب ليه؟ قالوا كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر من صلى صلاة بغير أم القرآن، يعني بغير الفاتحة، فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني ناقصة غير تمام، يعني ليست صلاة كاملة، ليست صلاة إيه؟ كاملة. وهذا هو الرأي الأصح، تمام؟ دي يبقى لابد إن احنا نقرأ سورة الإيه؟ الفاتحة. طب افترض واحد داخل الإسلام جديد وبيتكلم لغة غير اللغة العربية، وعشان يحفظ الفاتحة محتاج له أسبوع، نقول له أجل الصلاة؟ لا صل، أحفظه إيه؟ حفظه قل هو الله أحد، إن أعطيناك الكوثر، حفظه أي آية يصلي إيه؟ يصلي بها لحد ما يتعلم. هتقول لي صلاته باطلة، هقول لك أنت اللي باطل، لأن أنت مش أفقه من أبي حنيفة، صح؟ وخاصة إن الحديث الذي استدل به حديث إيه؟ اقرأ ما تيسر معك منين؟ من القرآن. يبقى احنا كده لابد ان احنا نفهم فقه الاختلاف يا جماعه. لابد ان احنا نفهم ايه؟ تروح مثلا مساجد يصلي فيها احناف. احيانا يقرأ الفاتحه واحيانا ايه؟ تقول له صلاتهم باطله؟ لا، هو بيتعبد الى الله بهذا المذهب ومعاه دليل ولا معاهوش دليل؟ معاه دليل، خلاص يبقى جزاه الله خيرا، وهو وربه فين؟ في الآخرة. لكن لا تتهمه بالنقص ولا تتهمه بالبطلان، ولا تتهمه بالإيه؟ بالبطلان. هذه المسألة الإيه؟ المسألة الأولى أنه تجب قراءة الفاتحة بعينها فين؟ في الصلاة.